صباح الخير وصباح الرضا وصباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. أعتقد أن أنتم شايفين كده تغيير في شكلي شوية، بس أنا حبيت أن أنا أديكم مثال حي، مش أن أنا أجيب مثلا إكزامبل لناس من برة أو مثال للناس من برة أقول لكم والله لما الناس بتعمل دايت غلط بيحصل لها كذا. لا، أنا من فترة جيت قلت والله أنا عايزة أنزل في وزني شوية، عايزة أبقى شكلي إيه يعني أرفع شوية. رحت ماشية على كراش دايت. كراش دايت ده بقى اللي هو أنت بتحرم نفسك من معظم العناصر المهمة اللي جسمك محتاجها، اللي هي الكربوهيدرات مثلا، اللي هو مثلا أن أنا ما باخدش سبليمنتس، ما باخدش فيتامينز كفاية، فشكلي بقى شاحب جدا زي ما أنتم شايفين كده، في آي سيركلز، في عندي اللي هو الحاجات والانتفاخات اللي تحت العيون، وفي سواد تحت العيون، وبشرتي مش حلوة وما فيهاش نضارة. مش كل حاجة لازم أطلع لكم بيرفكت وفي شكل مثالي جدا، لا، انا لازم اقول لكم لما انا كمان زيكم عملت حاجه غلط او جربت حاجه غلط، لا، النتيجه برضو بتبقى زيكم، بتعب، شكلي بيبقى تعبان. طب ليه ما مشيش على كورس مصرح من وزاره الصحه، مضمون فيه كل عوامل الامان، كله مكونات طبيعيه، وكمان بيدوني عليه هدايا ومفاجآت كتيره جدا بتكمل الباكج الجميله دي؟ ليه مشيش على حاجه زي كده والنتيجه بتاعتها امنه وعمرها ما هتوصل ان انا يبقى شكلي تعبان او ان انا يبقى شكلي شاحب او ان انا يبقى شكلي مجهد؟ كل ده هنعرفه وهنتكلم على الكورس ده مع ضيفتي الجميله، هتعرفنا على كل المكونات وعندنا مفاجآت كتيره جدا جدا في فقرتنا النهارده. اسمحوا لي ارحب باستاذتي الجميله اللي منوراني النهارده في صباح البلد، استاذه هند حسن. اهلا بيكي. ازيك؟ عامله ايه؟ الاخبار؟ صباح الخير. صباح الخير عليكي وعلى كل متابعينك اللي بيتفرجوا علينا. يعني اول حاجه انا حبيت فعلا ان انا اطلع كده، لان في ناس بتقول لا دايما المذيعات لازم يكونوا في فورمات معين، لا ما ينفعش ابين الديفو ده، لا انا شايفه ان انا طالما بجرب زي المشاهدين حاجه لازم اوريهم ان لا ده في حل امثل وحل احسن احنا ممكن اتبعه وامشي عليه وافضل كمان النتائج بتاعته مدى الحياه. كلامينا عن الكورس ده بقى. ده حقيقي فعلا، ان احنا انت قلتي حاجه مهمه جدا، ان احنا طبعا عندنا ناس كتيره قوي بتعاني من زياده في الوزن، مش لازم تكون سمنه مفرطه، او طبعا في شريحه كبيره قوي بيبقى عندهم سمنه مفرطه، وفي ناس ثانيه بيبقى عندهم زياده في الوزن ممكن تكون 10 كيلو 15 كيلو. تمام. اللي هي ممكن نتخلص منها في فتره قليله مش كبيره. بس هي الفكره ان انا هتخلص من الوزن ده ازاي؟ ما هو انا مش فكره ان انا اعمل دايت واجرب اي حاجه اخدها فعشان انزل في الوزن، لا، انا لازم اهم حاجه ان انا انزل في الوزن بشكل امن جدا، ان انا انزل في الوزن وشي وشكلي ملامحي ما تتغيرش خالص، ابقى مطمنه ان اي حاجه انا باخدها ان هي حاجه صحيه ومش هتاثر على صحتي خالص. اوكي. تمام. فعشان كده احنا النهارده بنتكلم على كورس الاناسيليوم. اناسيليوم. اناسيليوم. مكوناته ايه بقى؟ اول حاجه هنقول مكونات كورس الاناسيليوم ايه، وايه اللي بيميز كورس الاناسيليوم عن اي كورس تاني، وايه النتائج اللي بيوصلني ليها كورس الاناسيليوم وانا بعمل نظام غذائي بتاعي متوازن مفيد جدا ليا وبيديني كل الاحتياجات اللي جسمي محتاجها. كورس الاناسيليوم عندنا هو عباره عن اربع منتجات مش منتج واحد. اول حاجه عندنا كبسولات الاناسيليوم. كبسولات الاناسيليوم دي بتقوم بدورين مهمين جدا. إيه اول حاجه انت في حاجه قلتيها مهمه جدا، ودي كل الناس اللي بتعمل دايت بتبقى عندها مشكله، او كل الناس اللي عندها وزن زياده وعايزه تنزل في الوزن بيبقى عندها مشكله. إيه اللي هي الحرمان. ان انا مش عايزه احس ان انا محروم من الاكل. عندنا كبسولات الاناسيليوم مهمتين او الدورين اللي بتقوم بيهم. اول حاجه ان هي بتديني احساس بالشبع، ما بتخلينيش خالص احس ان انا جعان او ان انا محروم من الاكل، لا خالص، هي بتخليني احس ان كاني عامله عمليه بالون المعده بس حاجه امنه تماما. فبالتالي كميات الاكل اللي انا باكلها بتكون اقل، ومش حاسه بجوع ومش حاسه ان انا محرومه من الاكل، بالعكس لو قدامي كميه كبيره قوي من الاكل انا مش هقدر اكلها. انا ما عنديش الرغبه اصلا، ما عنديش النهم، انا واكله وشبعانه ومش قادره اكل. تاني دور بتقوم بيه كبسولات الاناسيليوم اللي هو بتحرق الدهون اللي متخزنه اوريدي في جسمي. تمام. انا كده اللي هو بقى الاجزاء اللي بنقول او السمنه الموضعيه اللي هي الحتت اللي ما بتنزلش، اللي هو انا مهما انا بعمل دايت ما بتنزلش، اللي متخزنه في الجسم كليا مش في اماكن معينه يعني بتنزل. عشان كده بنقول ان كورس الاناسيليوم عندنا الناس اللي بتنزل معانا في الوزن هو الجسم بينزل كليا. أوكي. دي اول حاجه عندي كبسولات الاناسيليوم. تمام. بعد كده عندي كبسولات الجرين كوفي. كبسولات الجرين كوفي دي اللي هي بتعلي الحرق عني. بمعنى ايه؟ ان في ناس كتير قوي بنلاقيهم ان بيقولوا ايه، احنا جسمنا بيعمل دايت وما باكلش ومش قادر وبخس في الاسبوع كيلو واحد بس، لا احنا بنقول ان كبسولات الجرين كوفي عندي بتعلي الحرق عندي، يعني ما بعتمدش على حرقك قد ايه. اوكي.
يعني بخليكي يعني الناس اللي بتقول انا سرعه الحرق عندي قليله قوي بالظبط، ده بيعالجها اللي هي القهوه الخضراء اللي هي كبسولات الجرين كوفي، ان انا بخلي الحرق عندهم بيعلى، بيجيبوا لي 3 و4 كيلو، لان كورس الانسيليوم بيخليني انزل في الشهر من 10 ل 15 كيلو. طب استاذه هن في الحته دي بقى الناس تقول لك طب ايه الفرق ما بين القهوه الخضراء والقهوه العاديه؟ لا، القهوه الخضراء والقهوه العاديه في فرق كبير جدا. يعني احنا لما هنيجي نتصل نطلب كورس الانسيليوم، احنا في اصلا عندنا يا ريت يطلعوا لي بقى الفيسبوك بيج دلوقتي عشان احنا في الاول دي عندنا الارقام اللي موجوده، طبعا هتبقى موجوده على الشاشه، احنا ممكن نتواصل على الارقام دي الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك، دي الصفحه الوحيده بتاعتنا، برضو هنتواصل على الصفحه، هنطلب كورس الانسيليوم، في فريق من الدكاتره هيتابعونا اوكي اونلاين اسبوعيا، بلس ان احنا النهارده كورس الانسيليوم اي حد هيتصل هيطلبه هيبقى معانا خصم 50%، وكمان هيكون معانا على الكورس بعد ما اقول لك مكوناته كلها شامبو الهير تون بلس ان هيكون عندنا توصيل مجاني لاي مكان، يعني لكل المحافظات، لكل المحافظات، يعني هيوصل لحد البيت عندنا، مش هندفع حاجه غير الكورس اللي عليه 50%، وهيكون كل حاجه بعد كده ما عليهاش اي فلوس خالص. استاذه هند في حاجه يا هند بجد يعني انا حباها جدا جدا جدا، ده غير ان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه، ان انا معايا فريق طبي بيتابعني. ده حقيقي، قصه ان اي منتج تاني او اي حد تاني بيروج لاي حاجه يقول لك لا خد ده والله بقى ربنا يوفقك. لا لو انا عندي مرض مزمن، لو انا عندي حاجه، ده اللي احنا هكمل لك الكلام، هقول لك ان احنا بس هعرفك الاول على بقيه المنتجات، وهقول لك ايه اللي بيتم من اول ما بنتصل بالكول سنتر وحد بيرد علينا وبنبتدي نطلب الكورس، ايه اللي بيتم بالظبط. تمام. تالت منتج عندنا اللي هو منتج بتاع كريم شد الترهلات والسلولايت، طبعا احنا عارفين اي حد عنده زياده في الوزن ان هو لازم بيحصل له ترهلات وبيحصل سلولايت في اماكن، وخصوصا حتى الناس اللي ما عندهمش زياده، الستات بعد الحمل والولاده، الناس اللي ما بتتحركش كتير، الناس اللي طبيعه جسمهم اصلا هو عندهم ترهلات في جسمهم، وبعد ما فقدوا الوزن بقت الترهلات بشكل اكبر. مش بس كده، ده كمان بقى النقطه اللي انت قلتيها، الاماكن اللي ما بتنزلش في الجسم، الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه، يعني بنلاقي فيه مثلا حد تيجي تقول لي ايه يا هند انا بنزل من جسمي كله بس دراعاتي ما بتنزلش. اشمعنى بقى؟ في مشكله الجزء دوت فيه سمنه موضعيه، ففي سمنه موضعيه يبقى انا لازم اتدخل بحاجه تنزل لي الاماكن اللي فيها الدهون دي، بتكون دهون صعبه، لازم يبقى في تدخل تاني غير الدايت. اوكي تمام. فهو عندنا الكريم دوت هو كريم الترهلات، بيشد الترهلات، وبلس ان هو بيبقى العلاج للسلايت، بلس ان هو كمان بيديلي على الاماكن اللي فيها سمنه موضعيه. وفي بقى نقطة مهمة جدا ذكرتيها في الاول، ان انا لقيت نفسي ان انا وشي بقى متغير، وفي انا وشي اتغير تماما كتير قوي بيعملوا دايت يقولنا شكلنا بقى تعبان، كل يشوفني يقول لي انت عيانه، انت فيكي حاجه. بالظبط. علشان كده احنا بنقول الاربع برودكت معانا هو فيتامين الكاتيكا، فيتامين الكاتيكا ده فيتامين في فيتامين دي بلس الكالسيوم ماغنيسيوم وكيتو، فبيديني كل المعادن اللي جسمي محتاجها وانا بعمل دايت، فبالتالي ببقى ضامنه ان انا داخليا كل حاجه في جسمي محتاجه من معادن واكل صحي وكل حاجه موجوده عندي، بلس بقى اني انا ببتدي الاقي ان ده ظاهر على وشي، يعني انا بلاقي نفسي خسيت، جسمي كله بيبقى خاسس. اوكي. بلس ان انا جسمي مبقاش فيه لا ترهلات خالص، بلس ان انا كمان كل الفيتامين اللي جسمي محتاجها انا باخدها. تمام. تمام. وطبعا احنا بنقول النهارده اللي هيتصل معانا الارقام موجوده على الشاشه، الارقام النهارده بس النهارده بس 50% اول 50 متصل 50% خصم، الارقام موجوده على الشاشه، الارقام ديت عليها واتساب، هنتصل هنطلب كورس الانسيليوم، هيتواصل بقى معانا فريق من الدكاتره، فريق من الدكاتره كلهم دكاتره التغذيه. تمام. هيعرفوا الحاله الصحيه بتاعتنا والوزن والطول، وهيعرفوا كل حاجه، وهيبتدي الفيسبوك بيج عشان اللي بيسالوا اهي اسمها دايت لايف، 50% خصم يا جماعه لو طلبتوا كورس النهارده انسيليوم، وكمان الارقام او من خلال الارقام المبينه على الشاشه، وكمان الفريق الطبي هيتابعك من خلال الارقام دي ومن خلال صفحه الفيسبوك او من خلال الارقام الموجوده على الشاشه. انا دخلت شفت اصلا قصص بقى نجاح، وانا عايز اقول لك ان كورس الانسيليوم يعني فعلا احنا بقى لنا 6 سنين محقق نتائج مذهله، هو مفيش منافس ليه للماركت خالص، لان هو الكورس عندنا هو فيه 4 مشاكل للسمنه، والاربع مشاكل دول اتحلهم كلهم. أوكي. يعني كل المشاكل الموجوده بتاعت السمنه فهم 4 حلول سهلين جدا، بخس من غير ما احس ان انا محروم. أوكي. بخس في وقت قليل جدا، ان هو بيخس من 10 ل 15 كيلو، بخس بشكل امن تماما لان هو مصرح من وزاره الصحه المصريه، بلس ان هو فيه كل الفيتامينز، وفي كمان انا عايزه اقول لك ان هو بيقوي جهاز المناعه عندنا، فهو محتاجينها الفتره دي جدا، فهو بيخليني كمان استغنى ان انا اخد مالتي فيتامين من بره، واحنا عارفين ان اسعارهم بقت قد ايه غاليه جدا، فهو الكورس جداً. انا باخد كورس كامل متكامل، بلاقي نفسي نزلني في الوزن، خلى صحتي احلى، خلى شكلي افضل، بلاقي السايز بتاع مقاساتي، بس الشيب بتاع الجسم كله بيتغير. لا سايز مقاساتي ايه ده اتحول؟ شفت بقى سايز مقاساتي ده اتحول، عمل ترانسفورميشن اهو. انا عايزه اقول لك ان ده نزل قد ايه؟ انا عايزه اقول لك ان ديبا سانت خس معانا 35 كيلو، خس 35 كيلو في شهرين ونص.
شهرين ونص اتحولت شهرين ونص كدا. ولو لاحظنا ان احنا هنلاقي ان الجسم مشدود. كله الجسم مشدود مفيش ترهلات خالص الجسم okay. كله خاسس معانا وكمان بس هي الكاميرا طبعا مش هتبين وش عايز اقول لك ان وشها في نضاره وبقى احلى من الاول زي. كمان لا الوش لانها كل الفيتامين بتاخده دي معانا بسانت وهنا برضو 15 دي بسانت خس 17 كيلو في شهر ونص هو اقل حاجه بيخسوها في الشهر قد ايه بصي هو بيخس من 10 ل 15 كيلو مش اقل من 10 كيلو تمام بس هو النورمال 15 كيلو في الشهر طب لو انا بتكلم على 15 كيلو في الشهر تمام يبقى انا المفروض ان انا ابتدي استخدم الكريم بتاع شد الجسم من اول ما ابتدي احنا من اول داي بنبتدي نطلب فيه كورس الاناسيليوم ان احنا بنقول هنتصل بالكول سنتر الارقام طبعا الموجوده على الشاشه هناخد كورس الاناسيليوم هيتواصل معانا فريق طبي كلهم دكاتره تغذيه هيبتدوا ياخدوا مني كل المعلومات الحاله الصحيه بتاعتي وكل حاجه عني هيعرفوها ويبقى في فايل عندنا موجود ان احنا هنتابع معاهم كل اسبوع اونلاين نشوف الاخبار ايه الجرعات اللي بياخدوها كل حاجه هتبقى مكتوبه لهم بلس ان احنا قلنا خصم ال 50% والدكاتره مجانا مع الفريق الطبي بتاعنا المتابعه مجانا يا جماعه عشان ده بنقول اكيد في تركيه اكيد في تركيه لا الفريق الطبي هيتابعكم ودي فور فري ده مجانا ده حقيقي وكمان هيبقى شحن مجانا لاي مكان موجود يعني الكورس الاناسيليوم هيوصلك لحد باب البيت من غير ما تدفع اي حاجه خالص بلس ان احنا كمان معانا شامبو الهيرتون الشامبو دوت اللي هو بيمنع تساقط الشعر وبيقوي بصيلات الشعر وهديه كمان كمان علشان ابقى ضامنه ان انت بتخسي معايا شعرك حلو وبشرتك حلو كل حاجه بيحصل تساقط الشعر ده حقيقي فاحنا هو ده مش بقول لك كل مشاكل ده مش هيحصل مع كورس الاناسيليوم ليه؟ لان احنا زي ما قلنا ان فيتامين الكاتيكا هو فيه كل الفيتامين اللي الجسم محتاجها فبالتالي انا ما بخليش جسمك يحس ان هو متاثر بحاجه وفي حاجه مهمه جدا بقى انا عايزه اقول لك على كل حاجه او كل منتج في الكورس ايه بقى؟ اول حاجه كبسولات الاناسيليوم كبسولات الاناسيليوم ديت اول حاجه هي حاجه يعني هي حاجه طبيعيه جدا هي عباره عن قشور السيليوم بلس عن الالياف اللي موجوده في الفاكهه والخضار زي التفاح والكمثرى الشوفان فهي حاجه طبيعيه جدا بتخليني ان انا احس ان انا شبعانه باخد الكبسوله الاناسيليوم فبحس ان انا كاني بالظبط عملت يعني كاني واكله خروف مش قادره اكل اي حاجه ثانيه مش قادره ابص على اي حاجه عشان الالياف عشان الالياف الموجوده فيها كمان ان احنا لما هناخد كبسولات الاناسيليوم هنلاقي نفسنا ان احنا بنحس بالعطش لان البذور بذور السيليوم كل ما اشرب ميه فالميه دي بتخلي ان الموضوع المعده بتبتدي الالياف دي تفتح في المعده جامد فكاني عامله بالونه جيلاتينيه فبحس ان انا مش قادره اصلا اكل خالص فبالتالي مفيش حرمان الجسم شبعان فالجسم خلي بالك ان الجسم ذكي بمعنى ان هو طول ما هو مطمن ان هو شبعان مش محروم في فرق ما بين الحرمان والشبع هنيجي بقى لنقطه يعني انت عشان دي مهمه جدا جدا لان انا برضو جربت في نفسي الموضوع ده اللي هو ان انا اكل وجبه واحده في اليوم ده غلط جدا واقول طب ما انا كده ما اكلتش ثلاث وجبات هي واحده في اليوم وسعرات حراريه قليله جدا فانا كده هحرق بسرعه ده غلط جدا ليه بقى؟ ناس كتيره تقول لنا مثلا ايه طب يا دكتور احنا ما بناكلش وفي نفس الوقت احنا الوزن عندنا ثابت ما بننزلش في الوزن السبب ده ايه لان الجسم ذكي انا عارفه ان انت منعاني من حاجه فبالتالي كل الدهون الموجوده عندي بخزنها عشان عارفه ان انا مش هيدخل لي حاجه تاني يعني هو في حاله طوارئ هو في حاله طوارئ بياخد ده هو قاعد بالظبط انا مخزن اللي عندي وماسك فيه علشان انا عارفه انت مش هتدخلي لي حاجه انت مجوعاني انت حرماني فبيبتدي بيكون النزول صعب جدا فعشان كده احنا بنقول لا احنا عايزين نخلي الجسم يحس ان هو شبعان ومطمن علشان يبتدي يحرق في المخزون اللي موجود عنده وانا هديله كميات اكل بس كميات الاكل اوريدي ما بتبقاش زي الاول خالص لانها انت غصب عنك بتلاقي نفسك مش قادره تاكلي ما عندكيش القدره ان انت تاكلي الوجبه الكبيره اللي كنت بتاكليها ما عندكيش النهم بلس ان هو كمان ما بيخليكيش تحسي بقى لان هو لا بيشتغل على مخ ولا على اعصاب فبالتالي هو حاجه امنه تمام فبتخليكي ما تحسيش ان انت مكتئبه ومتضايقه بالعكس انت كل يوم بتبصي في المرايه بتلاقي نفسك شكلك مختلف وشكلك احلى فده بيديكي باور وبيديكي سعاده اكتر وعايزه انوه ان دي صفحتنا على الفيسبوك ودي الصفحه الوحيده لينا هنتصل على الكول سنتر هنطلب كورس الاناسيليوم اللي هيجي لنا النهارده معاه خصم 50% لاول 50 متصل بلس هيكون معاه شامبو الهيرتون بلس كمان ان هو يكون متابعه مجانيا مع الطاقم الطبي بتاعنا وكمان التوصيل هيكون مجانا من غير اي مدفع فلوس تاني نورتيني واسعدتيني وبجد يعني انا مبسوطه جدا جدا ان انا في الانترفيو ده معاكي لان بيفيد ناس كتيره جدا وانا حبيت ان انا اخلي ان انا نفسي النهارده الحاله علشان الناس تتشجع وفعلا تاخد الخطوه دي علشان دي حاجه امنه يا جماعه مصرحه تاني من وزاره الصحه المصريه عندكم الارقام عندكم الدايت لايف تقدروا تتصلوا دلوقتي حالا وتاخدوا 50% خصم انا بشكركم شكرا جزيلا واسعدتوني وبشكر خبيره التغذيه هند حسن بكده اكون للاسف خلصت فقرتنا وخلصت حلقتنا اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله